هلا ومرحبا. الأحجار دي هي كوارتز، فيه أكاسيد حديد من نوع هيماتيت، أعطاه هذا اللون. هذه قطعة أخرى، هنا قطعة أكبر لكن عليها بلورات منشورية، ودائما أنتم كلما رأيتم البلورات المنشورية تقولون عليها تورمالين. هنا جزء البلورات المنشورية لحالها، لكن أقول لكم هذه عبارة عن إبيدوت. شايفين ما أجملها وكيف هي زجاجية، في على شكل ترابي وفي بلورات بالجمال هذا، لكنها متكسرة تماما. المنطقة متعرضة لضغط من كتل أخرى، لذلك هي حبيبية.